اسعد الله مساكم بكل خير، الله يعطيكم العافيه. طبعا زي ما قلت لكم انا حاليا متواجد في مدينه جده، وان شاء الله باذن الله الليله راح تكون مغامره في مدينه جده. لكن المكان اللي راح اغامر الليله دلني على هذا الموقع احد الجيران. حيا الله اخوي فايز، منورنا والله. نور وجودك خير العافيه. العاديه البيت طبعا قبالك على طول مباشر قدام البيت. قدام البيت ما تطالع في الليل كذا من الشباك؟ لا 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 بالعكس، عادي جدا. عادي جدا. لكن حاب تعرف ايش في الداخل؟ ابغى اشوف ايش في الداخل. يعني حاولت اني اغامر فيه، بس حاولت مره حاولت اني اغامر فيه، بس انه خوف يعني. لا لا ان شاء الله ما في اي خوف، ان شاء الله باذن الله والامور تكون طيبه. والله واضح انه البيت مره قديم. مره قديم من 20 سنه تقريبا. اكثر من 20 سنه ما شاء الله، فتره طويله ما شاء الله. هذه 4 سنوات بس انا من عيال الحاره. ما شاء الله تقريبا، ما شاء الله تبارك الله. الحين راح ادخل الموقع، واي ملاحظه او استفسار اكتب على الهاشتاج في تويتر مغامر عبد الله العنبري. يعطيك العافيه. طبعا جماعه الخير، انا الحين راح ادخل وحينتظرني برا اخوي فايز. الله يعطيك الصحه والعافيه. اي شيء راح تكون متابع ان شاء الله اول باول. طيب ان شاء الله لا سمح الله في شيء ان شاء الله مداهمه على طول. ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. طبعا اي ملاحظه او استفسار اكتب على الهاشتاج تويتر مغامر عبد الله العنبري، ونقول مع بعض أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. كان في حد فتح حصى صح؟ في حد؟ في ريحة جيفة في المكان. بسم الله. نبدأ من اليمين. بسم الله. هذه ثابتة. هذه بعد. في أحد؟ في أحد هنا؟
في احد هنا؟ الوضع سليم بس الصوت ده ممكن هواء، الهواء ممكن عن احتمال قفل الباب بقوة فوق في احد الغرف، وزي ما انتم شايفين ما في اثر هواء نهائيا في المكان. هذا صار كيف برا طبعا. في ثلاثة غرف. تقريبا البيت هادئ، ممكن صوت الخبطة زي ما قلت لكم انه ممكن احتمال يعني كل شيء وارد. غرفة مقفلة، الجو مرة حار. معلق هذا بالله مش طالع شيء، ما ادري اسمي بالله جوة الحمام. سمعت الصوت، شايفين السيفون كيف طاح؟ شيء غريب. طلع الدور اللي فوق ما في اثر بشر. يا حد شو الناس تخلي في المكان صدقوا. صار مكسور. شفتوا؟ تسمع الصوت غريب يا جماعة، كان زي صوت الكلب الله يعزكم.
سندر في حدا في حدا في أنا توقع هذا الباب بسم الله هذا الباب متفك انا محمد برا والله ما في يا جماعة الخير خبر ولا حركة في المكان يا هذا الباب يا هذا الباب اول باب اللي تحت اللي جاب الصوت في بدايه المغامره لما كان صوت مره قوي طبيعي يا جماعه هذا اثر الرجل طبعا اللي هنا ما عندي الوضع طبيعي يعتبر جماعة الخير بس يمكن حركة البيبان هذه طبيعية يا جماعة شوف هذا طاح تخيل لو انا كنت فترة مغامرة مثلا عرفتوا لو طاح مثلا كان يجيب صوت كبير اكيد 100% تخيل لو ما كان في الكيلون ده لو ما في الكيلون ده عن هذا ما طاح الا في حركة في الغرفة اعوذ بالله هذا شوف طاح بالكامل كذا فجأة لوحده واتكسر لو كان طاح وسمعت الصوت كنت تقول صوت طبيعي
لكن شوف وش اللي طاح. تخلع طاح حتى الباب. في حركة غير طبيعية في المكان. من شو شايفين؟ مرة. ها. شوف هنا طايح كمان. شوف مفصول كمان. إيه. صوت في الدور اللي فوق. في صوت كذا قاعد كان في شيء قاعد يمشي فوق. الدور الأخير. بسم الله هذا حمامك. هذه الغرفة الظهر غرفة الحارس. شوف الدشوش القديم هذه في كرة تسطحت. هذا الباب. سمعت الصوت؟ في أحد؟ سمع صوت طفل. والله صوت ولد. 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 يا ولد. والله في صوت. ولد في أحد؟ سمعت صوت طفل. هذا صوت قطو برا. هذا قطو قبل شوي صورته. إذا سمعت الصوت قبل شوي هذا صوت قط. هنا راح. شايفين؟ هنا. القطو الأسود هذا. في قطو ثاني كان الصوت اللي قبل شوي. لكن ذاك اللي كان فوق في السطح. صوت ولد. والله شيء غريب يا جماعة. المهم أنا الحين كده راح أخرج من الموقع. وأي ملاحظة أي استفسار أكتب على هاشتاج تويتر المغامرة عبد الله العنبري وأرسله على الخاص. الصوت كان مظلوم. ما في صوت. الصوت اللي برا كان صوت صوت قطو. معك الخير. نخرج الآن من الموقع. أتمنى مغامرة ممتعة. نلتقيكم في مغامرات قادمة. شوفوا لو كان الصوت جيران ولا شيء كنتوا تسمعون الصوت حتى الآن. ما في ولا صوت. الساعة الآن الساعة 2. الله أعلم. بخرج الآن. Thank you.